بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جيكنا ميك آذانا إن شاء الله تعالى شركي نين صوذي أتحناني هاي روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. جيك ميك آذان أسرته صلى الله عليه وسلم. أنت أسكهرنا ميك آذان النبي عليه الصلاة والسلام محمد نسبه الشريف نسبه الشريف كي أسل جي إيو نشيدي سأحواليس كدي بقبيلتي سهق آذي جيك الأسرتي سبوسك نبي كطالبي قبيل شيء ما يرني قريش أي كسي أي مرك نبغ ما يكوي قريش جفد هوسة أما جلب هوسة أسكو أي يجيك قاضان إن شاء الله تعالى إلهي فضي. بسم الله. أما أسرته صلى الله عليه وسلم نبغ أنا صوبنا صلوات الله والسلام عليه أسرديس أما قوس يي هوسة أما جلب شيء ما يلري أما أسرته صلى الله عليه وسلم فتعرفه مالك كسي بالأسرة الهاشمية هاشمية لير هاشم نسبة نسبة لن نسبة يولن تيرا إلى جده أبوجي الثاني أبوجي أولمات نبغي أبتل شيء ما هي محمد ابن عبد الله أو شيء عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم هاشم كاسوي يلن نسبة يمرك الهاشمي محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي يومرك هاشمي مرك جلب جهو سو القرشي قبيل شيء أكر أومر عليه الصلاة والسلام إلى جدي أبو شيء الثاني لما تو هاشمة وقد ورث ما يدح عليه هاشم هاشم أبو نبغ أبو شيء أو لما من مناسب قصي وسيه ما هيك هذا نهوردان ما يرني لانك أردي دارو ندوة دسي ميزات بدن عرب لهاي عرب لانك هي قريش لا قبيلك قريش لا رو لانك قبائل كلن تيها كده بمك هدجي هاي لانك أري رفاد يو أردي سقايد فرهاي كعبد إمام الملك دون هاي سدو هاي يرني ولا سوم ما يكون دهلي مركه هاشم يكون دهلي وقد ورث دهلي هاشم مناسب قصي ولي مناسب او جغو ان جغب هاي قسي دحلي السقايه يكون مت سقايه يكون دحلي والرفاده الرفاده سقايه ما يرني هو جايدو دروي انت ارك دي لنك شبابي زمزم ملب اما تمر كدر اما زبيب الله ورابيو لدرجي جايد سنين او دتكو كعبدها هجيو والرفاده اي عنتد والالول عنته او بلا امط عام كينك قال سنو او يوم كاسوب ثريد ولا ميد اسوبي جرن يا أردي كلها لي ثم ورثهما زين ما يدهل سيه أخوه المطلب مطلب دهل سي مطلب دهل سي هذا المركز أردي لما ذي ما يكون سيد دهل مطلب يا كسيد دهل زين معمول كيتون أو كسيد سده لهاشم عبد المطلب كسيد دهل المطلب ده مطلب كسيد دهل ثم مركز كديب أولاد هاشم أولاد هاشم هدنا سيد هلين يعني أولاديس أولادي أولاديس أولادي أولاديس أولادي سيد هلين إلى أن جاء الإسلام إلى إسلام كوكوي نبي محمد أرد الدين تي إسلام وذو كل كوي وهم والحال يو على ذلك أنا تاسك السوني يو أرن تلون بنو هاشم لي معمولك كعبد هايست يا إسلام نمذي مركة كوي تي نبي محمد إسلام نمي لها لديري وكان هاشم هاشم أوذيق الله راو أعظم أهل زمانه أعظم كأنك وين بدن هاي أهل زمانه زمن جيدة كلو لانك أنك وين بدن لانك الشرفة هاي كان ميلانك مغا مرك هاشم ميلان أري كان ميها يهشم الخبز كي أردي عيشك أما خبز وليل إعراب هذا خبز أما عيش أما روتو ولي أذن كساسوب وشيدو أي يفتته جيجيبيا بربوريا في اللحم هي لبك جيجيبيا يعني ما يبغوا جايدن دياريي أما مساكين تطلون يما إن دياريي والأول والعيش أما خبز إكفرن
يا دياري يفتي تو يجيبي في اللحمي لحمي يا لكتره لحم ايد ما عم بدنا مرك اسكناه ضايع مركي ايش كان امر روتو اما ارك دي خبز تمركي لك جوي هلب او مركاس ما شاء الله سفيل لنصولي والما عم بدنا نغضايا مرك اي يفتي تو ما يجيبي في اللحم اللحمة فيجعله ميك ولا ثريدا مارك ما يلان كسر لحمة ثريد يلان كسر ها نوين عليه السلام ما يري عايش فضجة فضجة أردي بين النساء كاللحم ثريد ما هنا صدق أردي ثريد وفضل بدي على سائر اللحم أنت هلب فضل بدي مارك ثريد ك أنت هلب لا أمي يا أنك فضل بدي دا يا هلب كلك جيل بدي يعني خبزي لك جوي ثم مركز كديب يتركه كتبه أنت أردي هلب كاسوي ياشس اسك بربر يا اسك جيجيبي يا تركو ما ينكو طبعي ان دكاي ها ياكل الناس تتكسي ان امن دتك يا امي مرك ياكل منه الناس تتك يا امي فلقب بهاشم مرك سمي لك مغا وي هاشم ها كي ايش كي لبك اسك جوياي امول ما انا جاي اسك جيجيبي اي لكن مغاشي واسمه مغاشي ميلن كسا عمر عمر لير هاشم مرك ما يقالس عمر انت لير عمر يا لير وهو كواي هاشم الذي كي او سنة جديي الرحلتين لمدي سفر لمدي سفر قريش لنك ان جديي هاي يسين ها قصي يسين والبدن جديي هاشم يسين وحيالا جديي ما يكون مدها انت اردي هاشم الخبز باللحم ايو رحلتين رحلتين كاسو قران كالك شيء الهي او كمان يسدي او كقال ذا يسيد قريش اوهري رحلة الشتاء والصيف سورة قريش لك شيء وهو هاشم الذي كواي وصلنا جدي او انوالي الرحلتين اللي مضي سفر رحلة سفرك او رحلة الشتاء سفرك او حقائق الى اليمن يمن عم بهجر لما السفر ليس فرسلان قريش ري تاجر جرا ها والاحترام اي ودد يودن ولم بناي اهل الحرم يا لرجر ان بناي تتكك الهورج ولد اي توغيو وطاع طرق على كل ما يبرعت يو اسبار لكن قريش مايا رحلة الشتاء رحلة دي او اردي حقاي الى اليمن يمن سفر سدجر او اردي والال ولي باشر كل كوين ورحلة الصيف ايو رحلة دي اردي جيلالك الى الشام ارل الشام بحجر شام يعني فلسطين ايو دولكاس لبنان ايو سوريا الله سبحانه وتعالى اسرائيل قلنتي كبيا اسرائيل ادوك كهبس دي ايو شيئا الهي ويبوها هنين كفور ذا بلاد سمرك يسكير الناين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رجل اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا إلى أن بركي شام إيو يمن يعني شام أرلف هذا بلنا يمن بره شام ويبوها محشر كميلك يا ما محشر كعاد دونو ميك الأرض والأنبياء إيو إيه البركة يسوم بيت المقدس كيال قبل ذي المسلمين تنصوري إيه إيه البركة يسوم مرك يا آخر الزمان ويبوها إيه ما يبقى نوي أن دعاء دت كميلك جهاده وميلان قيمة بدون مرك إلهي إنه مكان بيت المقدس فروجي وكان مركزي ميلا مهاي وكان مهاي هاشم يعرفك لك كسو بسيد البطحاء سيد البطحاء بطحاء قريش أم بطحاء مكة لأنك أردي سيد يهاوي سيد البطحاء يلك كشتجر يعني لأن أو سيد أو لعطي وين بدن هاي ومن حديثه شاكوين جي ميكو مذا أما تاركت ميكو مذا هاشم أنه مرة ما يهم مرة يسوى سفر بيثرب مقالة لإهرا ويثرب يثرب كساسا يثرب ميلك جيدة مدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى مدينة كما قعاو لكن يثرب يلا إهرا جاري مركور وهو أسوى في طريق تجارته أسوى سفر إيه في طريق حال أسوى إيه جد وهو والحال أسوى إيه في طريق تجارته جد إيه جناسك إلى الشام أسوى الشام إن جيد تذكر غور كون فضا يدو سو سفر الى لانك مغالدو مره بلا ما توفي له اسفهمان دت شي كو دون ده لان سيد امر خوري لو كسيه لان لك اس سيد او قيمه بدن هو بي خوري لو كسيه وسو مرك مدينه مرا او يثرب مركاس لا ارجريا الهي بقران كشيا اهل يثرب لا مقام لكم مرك منافقين دي لو شيكه ساس ارايا غلير مرك وسو مدينه مرا ارض الشام يا مركز فتزوج ما يقول سيدي سلمى بنت عمرو من بني عدي ابن النجار يبرتاسو سلمى بنت عمرو اللي هو عمرو أريتيزة أو من بني عدي غير بني عدي ابن النجار نه أهل مدينة يا نبغين يا نسلي جالجون هاشم كورسدي هاشم جبرتاسو كورسدي
وقام نجاري عندها وأكتية فترة مددو يا ميلك النجاري إلا لن أروس قلبو مارك رير والدي رير مدينة بأسكو نغري مددو ميلدي ثم مضى به إلى الشام إلا مكان والك سوغاها على بالك سوغاها يروي السفر ولا لك سوغاها مسكو فيدي كورا أضل وابقي برتبها عملنا غتي نغاجي حتى أروس كوباي ثم مضى ما به إلى الشام شاما به وهي حامل يؤمر كامل اتصال من مركز فما تمي كدي مدي إلهي بمن قدر مرك انتها نغب فما تهاشم لودي في أرض فلسطين أرض فلسطين كدي مدي الدنيا دي هور تلفون مجر مالك ورها ولا بل ألا سوادة بل نوالها نغب وروس نوالقا لبل كالا مدينة لك نغا دي لكويا فلسطين كدي مدي أريتنا مدينة حامل كت وولدت سلمة سلمة ميد علي مركة ابنا أو له نغو سوس كله أو هاشم اللي بالمدينة مدينة كدالي سمته مركز غير غير أو شيء لدغن تاريتون دات شو بما يكو غورسن والنكاح اللي أو روس القالي موشي دات شو لدغن سمته ميكا مقا عو دي مركو نغي شيبة شيبة الحمدي يسيز كوي دون دي مركي نغدو نبغ او دي آل جيكم دي أوبيال جيكم نغدوني شيبة لك مقاوة لماذا ما شيبة لك ما شيبة إهربوة لشيبين إهرؤو في رأسه إهريها لدالذي تتكين ما إهرائن إهرانو دا إهرائن باركة دقفكة تسياسة إهرائن ويبول لك باركة يسنها هاي مركة وسو يريبا طفل إيبها لدالذي إهردوها لدالذي شيبة لأيب لك ديجي مركة أو من روغة بلان لأي مركة ولا يحالك اسكو موغي دي لأيرتي شيبة لأيب اسكو بيسي تيمان شيبة ياسكو إردتي هانونا وسوي ونشاء مركا كبر باريت شيبة هذا الطفل ونقان يرأو شيبة بين أخواله أبتيال جيدة هذه وفي المدينة اللي نعاو شي هاشي ما يكلم ذي غزة أرضو فلسطين أكلم ذي الليل شام جير شام اللي سكري جير الأوكاس ولم يعلم به مركا مقرنا أعمامه إذا يريدس بمكانة مؤك أنت ولا عالشو هاشي مدينة كبورس دي قبر سالم الله إراو ورير بني نجارة كوريد اللي والبوم كورها يعني تلفون ما ينزر ما يلكوغي ولم يعلم مؤك به ونقاس وشي بأعمامه إذا رجي بمكة ومكروغا حتى بلغ أنت يوسف ديري 7 سنين التوضب نحو 7 سنين التوضب السن أو 8 سنين سيد يربو نقوى مشالة وين ذي ثم علم به ما يقاذي عمه إذا رشيء المطالب مطالب ما يقاذي ها أنت أرك داي ولا الشي هاشم ميلك قرس داي يبر سلم الله أراه كريدا لا يسينا هاشمنا غزة كريمة أرض فلسطين فذهب بي مركز أم به أن لباه إلى مكة مدينة به ونجي أن سيره أريك أن هل سيوي مرك دبالي بل رأي أقدا أريته دبالي والبو من ينقر لكن ونجي هل سيوي ونجي هوذي فذهب بي لأن ذلك يوك حق له يوك نحالي يوك أبتر سيدا ما لندي ذكر فذهب أن لباه بي يوسف إلى مكة مكة لباي فلما رأه الناس ذات مركة أرجع مطالبة أنك عن وذد أو وذد ما شاء الله أو إهرن لا أنك ذنوه من ملا عبده لأن جيك سؤال الضون صار لأن كوب منقص لأن كأجاين أن تعلم وذد الأرباب الضون لا ملا فقالوا ما يرنا عبد المطلب عبد المطلب أما عبد المطلب مطلب الضون شيء لبره فاشتهر بذلك فاشتهر بذلك تاسك عام بهي مرك مقاقة سيب عام أن هذا عبد المطالب حتى مرك النبي يقول لي محمد بن عبد الله بن عبد المطالب أبو شيء بسلمة بنتي مرك النبي غير مدينة أبتيال جي فيريه غير مكانة غير أو شيء مكي مدينة مرك علاقة إلهي مركاز بإلهي شأنك كلا كلي وقضي من شيء بمركي هاشي مركي مدينة كبور سدا غزة كدي مدا ريتونك دلاسو حتى المطالب باو هاو داو ويبا إلهي كسك لدن كلا كلي ولله في خلقه شؤون يا إرهاز والمد إلهي خلق جيش أنا كلا أويسين أغاي ياك جار مركا فقال ميلك مقاي فقالوا مهر عبد المطالب مطالب ودون جي فاشتهر بذلك تياك عام بهي مرك عبد المطالب ليلة إرها إلى الآن وكان مركا ما إيه هذا عبد المطالب أوسم الناس دات كلا كان كصورة بدن عاية ودون ما إيه لنهرما أوسم الناس دات كلا كان كقرح بدن عاية وأجملهم لن كان كجمال بدن جمال جي يعني بالأمل أن موغذي وعظمهم قدرا قدرشين إذا ويني لن أرك دي للسهل ذو مهاي إذا لن قدر ياي وقد شرف في زمانه ما يشرف ويل ذي زمان جي شرفا شرف أو لم يبلغ أحد لم بول شيء دير
كي كست أوديال كنبين على سر مرة لما مر كنا وقلا هنروح هذا شرف تسي زيادة ما يهال شيء لك شيء كني قصي أو أيد شرف بدناي قصي لأن كده هلا أورد هاشم هاي وسين شرف تسي زيادة هاشم هذا نمر كيوس مدينة قرسي ونك دالي شرف تسي زيادة وهكذا عبد المطلب هاتش عبد المطلب لأن كل شرف بدن ملأ نبغي هنروح هذا هاي مرك عليه الصلاة والسلام سيد البشر يا دار الدنيا وقد شرف شرف بدناذي في زمان زمن جي شرفا شرف ولم يبلغ أحد شرف أولاً أس بن آدم الديري اندرن يديري مرك عبد المطلب ها شيء بن ليرها كان ما هاي سيد قريش قريش سيد يهاي سيد كل قدم بيقول أطيب وصاحب عيري مكة كان أردي مكة أرتي هو جاميون وسيهاي أرتي أردي يعني سفرك سفرك وسلة أمر بيه مركيه ما لنا سفر أما شام لنا سفر شريف أنا هاي شريف كس أو مطاع ولا أطيع أو هذا اللي لما إنسك خلافا جوادا وديخ سنة لنك الشريف أمركي لك لي أما هجامي أما ملاك أما سلطان أما أغاس لازم لن قلنتيس والكوبة وانتهاده لن بخيل أما ذحما نغضو شريف أنا هاي شريف كس أو مطاع أو أردي لا أطيع أو جوادا والبيو بدن لن فلية أما لن بخيل ولي ببخيل قون أها هو قامي من أغضو ها جوادا أول بيو بذن يسمى ميلك مغاو جارب بالفياض فياض كي دادك أمل انديد هاي لسخائه سخاو نميدس سخاو نميدس ميلك مغاو جارب فياض كي شب ما يعني هو لجي والشب كان ما هي يرفعو كي كور ويلو مما إدتي أما إدتي كو كور نغضان للمساكين مساكين تا كور لنك قاد جير مساكين إديس مال قريبان لن كست مسكين إيه إديس قادي قراء قوامي والوحوش حتى وحوش ته إيو إيو ولا بنان كوري غدو إيانيو ريالكي إيو وراباقي والألوالي بجيد مرين إيه والطيوري شمبرو يا يون بورو لنساري عنتوالي إيه بورو لنساري إيه كآميان داد كنو دولكا كآميان ما كتنون بمرك لمدي حيوان حيوان كي إنسان يا حيوان نول بري نولاي فكار ميلك مغاو جري عبد المطلب ميلك مغاو جري بمطعم الناس أما مطعم الناس ها دادك كي قوضياي بمطعم الناس في السهل للكو دقنها سهل لير والوحوش وحوشتنا دقاق دا إيو الطيور الشمبرون في رؤوس الجبال بورو كورشو يون أردي كقوضياي مرك لان كوري هوزبول قوذي هاي وقد تشرف مايك شرف والدي ها بحفر بئر زمزم ما شرف إلهي انك والي بئر زمزم انتي أس وضه يا إلهي شرف انك والي بعد أن كان مركي أهادي قد درسها جرهم أرهر جرهم مركي الدوغن عند جلائهم عن مكة وقتي مكة كورين الدوغن يا مركاسو يسين إلهي مايك الشرف ويلي ها انتيوس إلك سوي ديب انقوضو حنولاي إلك زمزم ودوغمي انتي ديب حنولاي رير جرهم مركي قوران يعني رير كي او نبي الله اسماعيل ابن إبراهيم كودالا داي كو قرس داي أولاد كودالا مركي قوران ودوغم أصل جو يمن كهاين مرك وكان مايا هذي قد أمر كي فاري بحفرها وكان مايا هذي قد أمر كي لفاري ده ها والفري بحفر يا انتي بير زمزم قضو رير مكان نولاي في المنام يسو هندرمي لك عمري ها ووصف له والانسفة موضعها ما يكسانب الان والدوغي الالك دوغي خير جيرهم مركي وقورا مركاسا موضع كيالو لانسفعي عبد المطالب الهي تيوافج يا مركي الالك ساسك قضي ان شاء الله بير زمزم قصيرين روغس يا سبحانه وتعالى حقنا فهنسي هاني نبغينا عليه الصلاة والسلام كديسي دو سيري.